نبغيو نعرفوا الفيلم ديالك اللي غادي يتعرض في الفيستيفال ديال الفيلم ديال مراكش، نبغيو تقربنا اكثر منه. الفيلم ايام صيف مقتبس من مسرحيه جميله جدا سميتها بستان الكرز ديال الكاتب الروسي العظيم أنطون تشيكوف، واللي كتحكي على نهايه عالم من الجمال ومن الفن والحساسية المرهفة، وبداية عالم ربما أكثر واقعية وأكثر مادية، فكان هذا النوع من التقابل بين العالمين من خلال قصة عائلة لديها واحد المنزل جميل جدا، ولكنها عائلة يعني لديها ديون وخصات مضطرة أنها تبيع، والفراق ديالهم مع هذاك المنزل يعني فراق مدمر بالنسبة لهم، ما قدروش فقصة بسيطة هكذا ولكن مكتوبة بشكل جميل جدا، وفيلم كذلك ديال الممثلين. سي فوزي، شفنا معك مجموعه ديال الممثلات سواء في الفيلم ديالك ديال دابا او لا افلام اخرى، نبغيو نعرفوا اكثر سي فوزي بن سعيدي شنو هما المعايير اللي كيعتمد مثلا في اختيار مثلا الفنانين واللي كيرتاح لهم ويبغي يخدم معاهم. انا مهم بالنسبه لي بزاف انه يكون واحد النوع من التلاحم الحقيقي، يعني وانه وكناخذ الوقت ديالي بزاف في الكاستين، ما كنديرش بزاف، كنحضر الكاستين كامل، ما كنديرش القضيه ديال كيتصافط الفيديو كنشوف كنختار، لا خصني نكون حاضر، وكيكون وقت ديال كيبدا عندي انا الشغل ديجا في الكاستين، ماشي غير كاين الاختيار وكاين اكثر من الاختيار، كاين الاشتغال كذلك. وفي نهايه المطاف الان بعد هذا الفيلم هذا الخامس صراحه تكونت حوالي واحد النوع من الفرقه من الممثلين او جوقه من الممثلين، هنا جميله كلمه الجوقه كاوركستر ديزاكتور. وفي هذا الفيلم هذا بغيت نعطيهم فرصه انهم يشتغلوا كذلك كممثلين كبار على ريبرتوار عالمي، يعني نهار كيلعبوا بستان الكرز اللي هو في الادابتاسيون سميتونا ايام صيف، راه كيلعبوا شخصيات اللي لعبوها كبار الممثلين العالميين، وصراحه انا افتخر جدا بالممثلين المغاربه وبقدراتهم وبداكشي اللي قدروا يديروا في الفيلم معايا.